السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة غاوي فتنس. طبعا قبل ما نبدأ في شرح التمارين أو الأنظمة الغذائية، كان من الأولى إن احنا نصحح المعتقدات الخاطئة في لعب كمال الأجسام أو الفتنس أو التخسيس، لأن ممكن تأثير أي معلومة غلط يتأثر على النفسية أو هتأثر على الجسم، ففي كلتا الحالتين ممكن تخليك تقعد في البيت. فعلشان كده هنتكلم في الفيديو ده عن موضوع مهم جدا جدا جدا، سمعنا كتير وفيه كلام كتير، هو موضوع هل التخسيس في الصيف أفضل من التخسيس في الشتاء؟ فلو صح المعلومة دي، هقول لك صح ليه، لو غلط هقول لك غلط ليه، وكل حاجة بالأبحاث والدراسات العلمية اللي حصلت في الموضوع ده، وهقول لك أساس كل مقولة اللي هي إما التخسيس في الصيف أفضل من الشتاء ولا التخسيس في الشتاء أفضل من الصيف. فعلشان كده استنونا بعد الفاصل هنرجع لكم تاني، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا لكم تاني من جديد. تعالى بقى نبدأ الموضوع بدون أي مقدمات. طبعا أنا كمبتدئ داخل الجيم بهدف إني أخس أو إن أنا أتخن، أروح على الكابتن: يا كابتن أنا عايز أخس، يا كابتن أنا عايز أتخن أو أضخم أو أنشف. يقول لك بس كده سهل، تعال في الصيف لو انت عايز تخس هتخس في الصيف، لو عايز تتخن هتتخن في الشتاء. طب ليه يا كابتن ان انا اخس في الصيف واضخم او اتخن في الشتاء؟ يقول لك اصلا في الصيف بيبقى الجو الدرجة بتاعته عالية، فالسخونية دي بتزود الحرق بتاع الدهون، فبالتالي هتنزل دهونك بسرعة. في الشتاء طبعا بتبقى انتخ اكل ونوم، فانت بتتخن. طب هل الموضوع ده صح يا جماعة؟ هل الفكرة دي صح؟ يعني صح ان انا اربط تخسيس او تضخيم بفصل من فصول السنة؟ طب انا بقول لك خدها مني قاعدة، الفكرة دي غلط. ان التخسيس في الصيف او درجة السخونية العالية بتزود حرق الدهون غلط، وهقول لك غلط ليه. بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة بتاعت الجو انها تخسسك، فانت حضرتك ولا انا ولا اي حد غيرنا مش سيخ شاورما هحطه على النار الدهون بتاعته هتنزل، تمام؟ فنيجي في اول نقطة، هل الصيف بيرفع معدل الحرق بتاع الجسم؟ بقول لك لا. هل الصيف بيخلي الدهون تنزل بسرعة؟ بقول لك لا. تعال بقى تاخدها واحدة واحدة بالتفصيل. اول معلومة، ان التخسيس او التضخيم ده مرتبط بمدى التزامك بالنظام الغذائي وما هو هدفك من النظام الغذائي. عايز اخس او عايز اضخم؟ لو عايز اخس بقوم عامل نظام غذائي الهدف منه التنشيف او التخسيس، ان انا لو بحتاج 3000 كالوري يوميا يبقى انا بدخل لجسمي من 2500 ل 2700 كالوري في اليوم. يبقى انا دلوقتي نزلت من معدل السعرات بتاعتي، وهو ده الاساس في التخسيس او التنشيف. وكمان مدى التزامك بتمارين الكارديو، ماشي، او التمارين الهوائية، وكمان
مدى التزامك بالتمارين التمركزية، اللي هو ان انا عندي كرش، ان انا عندي كرش عايز اخسسه، هخسسه بالنظام الغذائي والجري، بس هاجي بعد انتهائي من النظام الغذائي ممكن الاقي ترهلات، يبقى انا بقوم بلعب تمارين عشان اشد الجلد واظهر السكس باكس يعني بشكل مميز. او مثلا عندي السد في ترهلات عايز اشده عايز اظبطه، بقوم بلعب له تمارين تمركزية، اللي هو تمارين بنش بريس اي حاجة من دي. يبقى هو موضوع التخسيس مرتبط بمثلث 3 أجزاء أو 3 أضلاع: الالتزام بنظام غذائي، الالتزام بتمارين كارديو، الالتزام بتمارين تمركزية. نيجي نقطة التضخيم، أنا عايز أضخم جسمي مثلا يحتاج 3000 كالوري، بخليهم من 3000 برفع معدل السعرات اللي انا عايزها اخليها مثلا 3300. يبقى احنا كده بنتكلم في حتة النظام الغذائي هو الاساس، تمام. نيجي في حتة معدل الحرق، هو الصيف بيعلي معدل الحرق، بقول لك لا لا وبقولها تاني، جسمك مش سيخ شاورما هتحطه على شوية نار هتنزل الدهون بتاعته ولا 70 كفتة، الكلام ده عند جاد هناك والجماعة دول مش عندنا هنا. طب انا هقول لك نقطة تانية ويمكن انت تعرفها او ما تعرفهاش والله اعلم، في فصل الشتاء يا جماعة احنا عندنا درجة الحرارة ممكن تنزل في اوقات ل10 درجة مئوية او 7 درجة مئوية، فلو جسمك او الاجهزة اتأثرت بشكل كبير بالنزول ده في درجة الحرارة، يا إما هتمرض يا إما هتموت. وطبعا مصر شافت كذا حالة أو مثلا سنويا بسبب الموضوع ده. فمن الحكمة الربانية إن الجسم في الشتاء بيحرق سعرات حرارية أكتر من الصيف، وده علشان يعمل تكافؤ بين درجة الحرارة اللي برا وبين تدفئة الأجهزة عشان نتقي الأمراض والتعب أو الوفاة. فالنقطة التانية كمان في الشتاء، دراسات علمية وأبحاث أثبتت إن مجرد الارتعاش في الشتاء ده بيحرق من سعراتك الحرارية بتاعت الجسم. يبقى لو هنتكلم عن معدل الحرق في الشتاء، انا بقول لك معدل الحرق في الشتاء اكتر من معدل الحرق في الصيف. يبقى هنا كسرنا قاعدة تخسيس في الصيف افضل من التخسيس في الشتاء، وكده ننهي الموضوع ونقول ونلخص الموضوع في نقاط بسيطة. عايز تخس، التزم بنظام غذائي منخفض السعرات عالي البروتين شوية مع الكارب بتاعك مع الفيتامينات أو والألياف والدهون الصحية. طبعا هتمارس معاه تمارين جري او نط حبل، تمارين تمركزية اللي هو تلعب بقى بطن، تلعب صدر، تلعب ظهر، تلعب فخذ، ده عشان تشد وتبرز وتعلي من معدل الحرق بتاعك. لكن حتى تلتزم بصيف او ربيع او شتاء ده ما مش موجود عندنا هنا، ماشي. النقطة التانية، عايز تضخم، ممكن اقول لك ميزة الشتاء في الضخامة ان احنا بناكل كتير، بس النقطة اللي بعلق عليها ان انت ازاي هتلتزم بفصل سنوي تاكل او تقلل من اكلك.
انا تخين مثلا، انا تخين وعايز اخس، ايه المانع ان انا اعمل دايت في الشتاء؟ ايه المانع اكون صاحب عزيمة وصاحب ارادة ان انا التزم بنظام غذائي في الشتاء؟ وكذلك ايه المانع ان انا التزم بنظام غذائي في الصيف ولا الربيع ولا الشتاء ولا الخريف ولا في اي وقت بالليل بالنهار؟ ايه المانع؟ مفيش اي مانع. لو ما عملتش انا كده وما التزمتش بالنظام الغذائي في اي وقت في اي مكان، يبقى انا كده ما عنديش عزيمة ولا عندي ارادة. عايز تضخم برضو زي ما قلنا هترفع من نظامك الغذائي في نقطة السعرات مع اللعب بأثقال او مثلا الكلام ده كله، هو ده اللي بيخسس، هو ده اللي بيضخم. طبعا موضوع رفع هرمونات الذكورة او الجي اتش الجروس هرمون ده برضو يا جماعة بيجي من الأكل، وبيجي من الأكل الصحي، وبيجي من الكلام ده، ده اللي هيفيدك في الضخامة أو التخسيس. عندي نصيحة لكل مدرب، خدها من أخوك الصغير، خدها من تلميذك، خدها من اعتبرنا أي شخص. لما تدي نصيحة أو تدي معلومة اديها صح لوجه الله. انت ممكن بمعلومة غلط تقعد واحد في بيته يعني للعمر كله. تحرى الدقة والصحة في كل معلومة. انا بغلط وانت بتغلط وكلنا بنغلط، بس الصح ان احنا لما نغلط نصحح ونعترف بغلطنا. النقطة التانية نصيحة لكل متدرب او لاعب، خدنا انا او اي حد كمدرب او اي حد، خده ان هو مجرد شخص استرشادي، اللي هو مش بقولك شكك فيا ولا في كلامه، لا، اللي هو انا عطيت لك النهارده معلومه، خدها مني واسال ورا مني واعمل بحث عليها، لقيتها صح تعالى اشكرني، او تعالى قول لي ده صح، لقيتها غلط قول لي ده غلط، هو ده الصح، هو ده الصح. ما تبقاش ماشي كده وخلاص، ما انتش فاهم انت رايح فين ولا جاي منين. فانت كده كمدرب كده انت بتثبت نفسك وبتثبت جدارتك، وكمتدرب كده انت بتمشي صح وهتستفاد اسرع واكتر من اللي بياخد المعلومة. وشكرا يا كابتن.